شو صار بالزواده يا حرمه؟ ابن عمي شو؟ تعال نام هون الليله. ما فيني يا حرمه ما فيني، العقيد اب فهد ما فيني نام بالخان. ايه والله انا وصياح ما عم نام طوال الليل. اوف، وليه بقى؟ عم خاف يطلع لي الجن اللي حكت لي عنه. ايه ما تخافي، ليش الخوف؟ بيعرف انك حرمه اب صياح على سنه رمح. بس عم اسمع حركته بالاوضه وخايفه شي يوم. شو؟ تسمعي حركته؟ والله تقبرني. عمى إذا ظهر عليكي مرة تانية قولي له أنا مرت نصري أب صياح على سنه رمح، بيهرب وما عاد بيقرب. صحيح شو بدي قلك؟ قول تقبرني. بقى ذكريني اطلع على الغوطة بالليل امسك لي شي ضبعة ولداني تازة. يا ضبعة؟ ولا شو الضبعة؟ مش عم نسقي صياح من حليباتها، بيطلع قبضاي لأبوه. أيوة لك وقرت قتلته. لمين؟ لليوز باشا أنور. لك شو هالحكي هاد؟ مو حرام عليك تقتله؟ شو زنبه هاد؟ زنبه إنه منه. لك يا أجدب بركي حدا شافها، طاسة ضايعة وما حدا لحدا. بس عند الله ما بيضيع شيء. بدي فش قلبي يا وضاح، بدي فش قلبي، لسه ما شافوا شيء. لا والله ما أنا مجبورين نستكري لبيت. حقها يا مخلوقة، حقها يا بنت الحلال. ولا بدك الناس يقولوا أبو دياب عم ياكل حق أولاد أخوه اليتامى؟ لك أن تستكري لبيت شكل حكايتها، أنا بالبوايك ما بسكن، بعدين هي بشو أحسن مني؟ ما أنا أحسن منك، بس أنا ما عندي قدرة أني استكري بيتي. تصطفل، دبر حالك. لفي رايح أنام عند أولادي. لا يا بنت الحلال لا، خلص منستكري بيت كبير ومنعيش كلياتنا فيه. إذا هيك ماشي الحال. هو صحيح أنا مع الطايقة الهدية، بس مو طالع بالإيد شي. هاتي هاتي لتيار. شو لهلا ما نمت؟ وجايين. شو اللي شاغل بالك؟ ما في شي شاغل بالي، بس يمكن تغيرت علي النومة. يلا بكرة بتعود. ايه اذا حاسس حالك عم تتضايق من النومة هون روح نام ببيتكم. لا منيح هون. خلاص اذا بدك انت رجعي نام رجعي. صباح الخير. وانتي من أهل. يا ربي سامحني، والله بعرف انه هذا الشي ما بيجوز، بس بإيدي وهو رضيان بهالشي.